كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد، فلوق جديد، احداث جديده في القناه. اختكم دايره هاد الزيت الشعري جمعه. المهم اليوم فيديو على الموضوع اللي جاوني عليه بزاف ديال الكومونتير، بحال هاد لي كومونتير هادو اللي شفتوهم دابا. جاوني بزاف ديال الكومونتير على الكحل اللي كندير، بحكم انني هضرت لكم على الكحل في شي فيديو. المهم جاوني عليه بزاف ديال الكومونتير وعلى التكحيله اللي كندير. انا عندي جوج طرق باش كنكحل عينيا، يا اما كنكحلهم بالكحل البلدي اللي كيكون في هادي، ماشي كيتشرف فيها لا، هادي كانت صايبته ليا الصراحه غير ماما. كحل بلدي عادي كيدق وكتزاد معاه شي حاجه، والله ما عرفت شناهي، ماما اللي صايبته ليا ماشي انا، كانت صايبته ليا الصراحه انا على قبل سيليا. اولا التكحيله اللي كندير انا ديال انني كنكحل من برا عينيا باش كيبانو كبار وكتعطيهم بحال واحد لوغوغا كيكون كتبان العين كبيره بزاف. غنشارك معكم طرق بجوج. انا من العاده ديالي ملي كنكون خارجه اولا غندير ميكاب، ما كنكحلش عيني من الداخل، كنكحل عيني من برا وكنكحلهم بهذا هاد لوجيل هذا باش كيعطيني داك لوغوغا اولا باش كتبان عيني كبيره بزاف، ومنين تنشوف تتبان عيني محلوله وكتبان اكبر من الحجم ديالها وكتبان الشوفه ديال الانسان عاطيه. المهم بالنسبه لي انا كناخذ واحد البانسو بحال هادي اللي كتكون جهه طالعه وجهه نازله بحال هكا، هي اللي كنخدم بها. وكناخذ لوجيل ديال هذا البنات، راه جيل ديال تقدروا تكحلوا به، وهذا في نفس الوقت ديال الحجبان من هاد لامارك هادي. انا كانت جاتني غير كادو فواحد مع واحد الباليت وشي حوايج في عيد ميلادي، وبقيت كنستعملو ككحل. المهم كيجي بحال هكا من الداخل، رباقي فيه الخير، حيت كناخذ غير شويه فريمون شويه، كندير غير الشيته بحال هكا وكنعاود نمسح، حيت ما كنبغيش ديك التكحيله، كندير غير واحد الخط رفيع رقيق بزاف الخط تحت من العين. انا نشارك معكم كيفاش كنمشي من المدمع ديال العين بحال هكا، هانتوما تحت من الرموش بالضبط بحال هكا، كنحاول ما امكن هذاك الخط يكون رقيق بزاف قد ما قدرت يكون رقيق. هانتوما كتشوفوا الفرق، سورتو ملي كيتزاد الايلاينر راه كتعطي واحد تبارك الله واحد الشوفه ما نقولش لكم. انا نصايب العين الاخرى كيف ما قلت لكم نفس الطريقه هكا، كنحاول ان الخط يكون وسط الرموش اولا تحت من الرموش بشويه ويكون رقيق باش ما يبانش، وفي نفس الوقت راه ملي كتشوفوا في الشوفه كيبان بحال مكحله العين من الداخل، وكتعطي بحال اصلا عيني انا كبيره بزاف. خاصه انا عيني كبيره ماشي، ولكن زعما هاد لاستيس هادي كتصلح للبنات اللي عندهم عينيهم مبطنين اولا عندهم عينيهم هكا يا صغيره شويه، باش كتعطيهم داك لوغوغ ديال انهم كيشوفوا وعينيهم كبيره. هانتوما كيفاش كتجي؟ كتجي بحال هكا. ومن الداخل كنحاول انني نكحل بشي قلم، غالبا انا كندير قلم قري، انا غنشاركو معكم. غالبا انا كنكحل بهذا من الداخل، هذا القلم القري هذا هو اللي عندي وكنكحل به، هذا اللون هذا راه قري. كنحاول ما كندير بحال هكا، باش كيعطي ديك لابغيونس من الداخل وديك البيوضيه. بحال هكا شفتو كيفاش؟ دابا غادي نخدم الايلاينر قدامكم. بزاف د البنات اصلا سولوني على الايلاينر، فيه هنا هو فيه توتر. عندي هذا ديال هدى بيوتي، وعندي واحد ديال مينيسو، ما عرفت فين توتر الايلاينر. عادي ما شتيش انا لاينر ديالي، عندي هذا ديال كاجال. انا ناينر فينك؟ ما لقيتوش الاخر؟ ما لقيتوش، المفروض خاصو يكون هنا
ما لقيتوش هاد اللعيبات هادي، والله ما لقيتو. عندي واحد اخر حتى هو واقيلا ديال هدى بيوت ديال مينيسو، المهم نخدم بهذا ديال هدى بيوتي. كنخدم بهاد الايلاينر اللي كيكون بحال هكا بحال شكل القلم. المهم انتما شفتو بالنسبه للايلاينر كيف ما قلت لكم راه كل مره واش، والايلاينر كيشد العكس، الا عرفك ما خرجش كيتقد، والا عرفك خارجه شنو كنقولوا ليها عادل؟ ايلاينر ما راح اطلع من البيت. كيقول عادل ما راح نطلع من البيت باش يلا يتقد. المهم هذه بالنسبه للتكحيله الاولانيه كيجي اللوك فحال هكا. كنحاول نخدم ملي هادشي ملي كنكون خارجه، كنحاول نخدم الايلاينر حتى في مدمع العين بحال هكا. بحال هكا باش كتبان العين كبير. بحال هكا يا واش كتبان ليكم؟ شوفه كبيره بزاف. عادي واخا تجي واحد دقيقه معكم الفرق ما بين هاد التكحيله هادي اللي كندير انا وما بين التكحيله العاديه ديال الكحل. بالنسبه للكحل البنات ان شاء الله تجي ماما وندير لكم فيديو، صايبوا لكم في الفيديو ونحطوا لكم، حيت انا ما غنعرفش وما نقدرش نصايبو زعما ولا نوريكم كيفاش. بالنسبه للبنات اللي قال لي عافاك النوع ديال الكحل، انا بالنسبه لهذا دابا راه وريته لكم، ولكن الاخر الكحل الطبيعي حتى تجي ماما ان شاء الله ونطلب هدي لكم فيديو. واخا ماما ما عندهاش مع الكاميرا بزاف، غنطلبها دير لكم فيديو وتصايبوا لكم قدامكم باش تشوفوا كيفاش. انا ما كنعرفش الطريقه، المهم نحاول نمسح مزيان باش يبان لكم الفرق ما بين التكحيله الاولى اللي كتكبر العين وما بين دابا التكحيله العاديه. انا مسحت غير بسميتو حيت انا ما دايره لا ميكاب لا والو، مسحت غير بزيت جونسون تحمقني ريحتها. نحاول نطوي مزيان نمشي صافي. بالنسبه للكحل البلدي هو هذا كيف ما قلت لكم، هو اللي صايبت لي ماما، كيعجبني الصراحه لكن حار. كنديرو بحال هكا غير بالليل مثلا في رمضان، دابا كنحاول نستعملو بالليل ملي كنبغي نعس باش في الصباح كيبقى لي بحال داك بحال داك لو في ديال انني مكحله، ملي تنغسل وجهي تيخفف. هانتوما تشوفوا الفرق، شفتوك شحال كيصغر العين. فرق كبير، غنحط لكم هنايا التصويره ديال التكحيله الاولانيه اللي صايبت انايا، نحط لكم التصويره ديال هاد التكحيله هادي. بروكسي نبحث على شي حد. هادي الطن بروكسي، نبحث على شي حد حد الباب. حار هو زوين بالنسبه لي مرض اللي عيني وكيف ما قلت لكم بحال رمضان كنديرو بالليل باش ملي كنفيق الصباح كنغسل وجهي وكيخفاف، كيجي بحال بحال عينيك حرشين كيف ما كنقول بحال هكا. المهم كنتمنى يبان لكم الفرق. وبالنسبه للبنت اللي سولتني على تخصاج ديال الحجبان، انا حجباني كيف ما شفتو دابا راسي ما مصايبين ما والو، عندي كنطراسيهم. دابا وريتكم هذا هو باش كنكحل، عندي الماغون ديالو هو باش كنطراسي الحجبان، هذا نوغ وهذا ماغون. هانتوما كناخد هذا ايلاينر عندي قديم وفيه 3 بياس
فيه هنايا ديال الحجبان، وفيه هنايا ايلاينر. المهم هادو كلهم ساليتهم، وهنايا هذا ديال مينيسو، وهنايا كاينه هاد الشيتة هادي هي باش كنط راسي انا حجباني. كنحاول ناخذ شويه من داك الماغو غير شويه حيت الالوان ديال هاد اللعيبات هادو مجهدين، هي باش كنمشط او ميم طون راه كتعطيني واحد اللون الحجباني اللي كيجيني مع البشره ديالي، ما كيجيش مغلق بزاف حيت انا ديجا حجباني ماشي كحلين. كنمشط وكنحاول في نفس اللون خلاته سيلي نول اللون زعما هي نول بحال هكا. مالك روكسي؟ روكسي ما اسمها بحال هكا. باش كيعطيني غير لوين وصافي، مكنعطبش راسي معاهم بزاف. شبابي هذا ما كان بالنسبة للفيديو ديال اليوم، هانتوما شوفوا فرق كبير، وهادي كتزيد تبطل العين من هنايا وكيزيدو العينين يبانو صغار. نهاركم مبروك احبابي، هذا ما كان بالنسبة للفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. ما تنساوش اذا كنتو جداد على القناه انكم تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد بالنسبه للفيديوهات ديالي وبالنسبه للقناه. نهاركم مبروك احبابي، بوسه كبيره لكم.